وفي الجانب الفلسطيني وصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات نتائج الانتخابات بفوز المستوطنات والضم والفصل العنصري بحسب تعبيره. وقال عريقات أن الفوز المحتمل لليمين يعني أن نتنياهو سيفي بتعهده بضم المناطق اليهودية في الضفة الغربية ووادي الأردن. من الواضح أن الضم، المستوطنات، الفصل العنصري قد فازوا في الانتخابات. كانت الحملة الانتخابية بأكملها تدور حول ضم غور الأردن والبحر الميت والمستوطنات والقدس وإخداع الشعب الفلسطيني لمزيد من الاحتلال الإسرائيلي وحرمانه من حق تقرير المصير. وعلى ما يبدو فإن السيد نتنياهو يعتقد أن الصراع هو ما يخدم مصلحة إسرائيل، لكنه قد اتخذ الجانب الخطأ. فإذا أجبر الفلسطينيون والإسرائيليون على العيش في ظل العدوان والاضطهاد، فهذا يعني أن دائرة العنف والتطرف وإرقة الدماء هي ما تهيمن على هذه المنطقة.